معنا اليوم في شيوات حلوة، فغادي نقترح لكم تشيزكيك بالكريمة ديال الكراميل. هي على شكل مراحل ولكن طريقة سهلة والمقادير بسيطة جدا، ونتمنى أنكم تجربوه. غادي نحتاجو في المقادير بالنسبة للتشيزكيك، غادي نحتاجو جوج يعني الباكيات ديال البسكوي يكون مطحون، البسكوي العادي لما فيه لا شكلاط لا والو. ممكن ناخدو الباكية الكبيرة ونطحنوها مزيان، ثلاثة ديال ياغورت ديال الشكلاط. هذه في المرحله الاولى باش نصايبوا القاعده ديال التشيزكيك، يعني داك البسكوي. غادي ناخذوا جوج الباكيات ديال البسكوي، غادي نطحنوه مزيان يعني يطحن يتنيل مزيان، ثم كنخلطوه مع ثلاثه ديال ياغورت ديال الشوكولات وكنخلطوهم. فهداك الياغورت ديال الشوكولات غادي يعلق لينا داك البسكوي مطحون، وكيولي ساهل اننا نديروه كقاعده بحال الكيك. غادي نخلطوا هذا الشيء بجوج مزيان، ثم كناخذوا هذاك المول ديال التورته وغادي نديروه كطبقه وكنبسطوه بيدينا حتى كان يعني كياخذ الشكل ديال هذاك القالب اللي حطيناه فيه، وكندخلوه للثلاجه. كنمشيو كنديروا الكريمه. غادي نحتاجوا 4 ديال الفرماجات مربعين مع 4 ديال ياغورت مسوس، والياغورت يكون كريمي ما يكونش العادي، يكون كريمي. جوج المعالق كبار ديال السنيده، وكاس ديال القشده الطريه تكون بارده ومطربه مزيان. غادي ناخذوا هاد المقادير قلنا ديال الكريمه، غادي ناخذوا 4 ديال الفرماجات مربعين مع 4 ديال ياغورت مسوس يكون كريمي، ضروري انه يكون كريمي. جوج المعالق كبار ديال السنيده، وكاس ديال القشده الطريه تكون بارده في الثلاجه من قبل، وغادي نطربوها. فبالنسبه للطريقه، واننا غادي ناخذوا هاد المقادير، يعني ناخذوا اولا القشده الطريه نطلعوها مزيان، يعني نخلطوها مزيان نطربوها واحد شويه، ثم كنضيفوها مع 4 الفرماجات مربعين مع 4 ديال ياغورت مسوس كريمي مع جوج المعالق كبار ديال السنيده. كنخلطوهم مزيان، يتخلطوا كنحصلوا على واحد الكريمه، وهذيك الكريمه كنديروها كطبقه. كنخرجوا هذاك القاعده الاولى ديال التشيزكيك اللي خليناها كتبرد، كنخرجوها وكنديروها كطبقه هاد الكريمه من الفوق، وكنعاودوا نرجعوها للثلاجه حتى كتبرد وكتقبط راسها مزيان. ثم كنديروا اخر مرحله، هو نسطرو ديال الحليب مع واحد فلون كراميل مع معلقه كبيره ديال النشا. هادشي كله كنديرو في كاسرونه فوق العافيه مهيله، وكنخليو هاد الخليط يعني حتى كيبدا يدير الفقاعات وكيبدا يعقد، وكنبداو دائما نحركو. حنا الخليط كيتخلطوا مع بعضياتهم، حنا كنحركو حتى كيعقد لينا، ثم كندفعو ليه العافيه وكنخليوه كيبرد واحد شويه. فهادي كتجي على شكل طبقه ثالثه. فكيف قلنا، الطبقة الثالثة نسطرو الحليب، واحد فلون كراميل، معلقة كبيرة ديال النشا. هادشي كله كنديروه في كاسرونة العافية مهيلة، كنبداو نخلطو ونحركو بالمعلقة ديال الخشب حتى كيتخلط لينا هاد الخليط بحال فلون وكيبدا يعقد، ثم كنطفيو عليه العافية وكنخليوه حتى كيبرد، يعني كيبرد واحد شوية ما كيبقاش سخون باش ما يخسرش لينا ديك الكريمة اللي درنا في الثلاجة تبرد. وكنخرجو هاد التشيزكيك وكنديرو كطبقة من الفوق. هاد الطبقة الثالثة كان ديال الكراميل كنديروها كطبقه من الفوق، ثم كنعاودو نرجعو للثلاجه حتى كتقبض راسها مزيان وكتبرد. وديك الساعه في التزيين عندنا صلصه الشوكولات كنديروها من الفوق بطريقه عشوائيه بالتزيين، عندنا صلصه ديال الكراميل حتى هي نديروها من الفوق، نرشو باللوز اولا نرشو بالقرقاع هكا مقطع لطريفات صغيورين، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم في التزيين. بالنسبه لقاعده تشيزكيك، كاين البسكوي مطحون مع 3 ياغورت شوكولاتة، هذا القاعدة الأولى، يتخلطوا وكنلبسوهم المول وكندخلوهم الثلاجة كيبردوا مزيان. كنمشيو كنديروا الكريمة، الكريمة فيها 4 الفرماجات مربعين مع 4 ديال ياغورت مسوس يكون كريمي، ما يكونش الياغورت العادي وإنما يكون كريمي. جوج المعالق كبار ديال السنيدة، وكاس ديال القشدة الطرية لا كخيم فخيش تكون باردة من قبل ومطربة واحد شوية طالعة، وكنخلطوها مع هذوك المقادير ديال الفرماج والياغورت مسوس كريمي وجوج معالق كبار ديال السنيدة. كنحصلوا على واحد الكريمه اللي هي مخلطه مزيان. كنخرجوا تشيز كيك يعني من الثلاجه، كنعاودوا نديروا ديك الطبقه فوق منه، وكنايطاليوها مزيان بسباتول باش كتبسط، وكندخلوها للثلاجه كتبرد. وكنمشيو كنديروا الطبقه الثالثه، غادي ناخذوا كاسرونه نديروا فيها سطرو ديال الحليب، نديروا واحد فلون كراميل، نديروا معلقه كبيره ديال النشا، كلشي هادشي نحركوه في كاسرونه على عافيه مهيله حتى كيبدا يعقد الخليط بحال ديال الفلون، ومن بعد كنطفيو عليه العافيه وكنخليوه حتى كيبرد. ملي كيبرد كنخرجوا هاد التشيزكيك من الثلاجه وكنديروا هاد الطبقه من الفوق، وكنعاودوا نرجعوه كيبرد مزيان. وكيف قلنا للتزيين، على حسب الاختيار ديالكم، صلصه الشوكولاته هكا بتزيين عشوائي، ولا صلصه ديال الكراميل، اولا غير الانصاف ديال القرقاع، اي حاجه بغيتوا ديروها يعني بما فيها المذاق ديال الكراميل، اي حاجه كتمشي مع الكراميل. ف
فنتمنى تجربوا هذا تشيز كيك بالكريمه ديال الكراميل وبالصحه والراحه.